نبتدي الحديث من ارض الملعب مع زميلنا محمد غانم والكابتن حسني عبد ربه. غانم اتفضل. مرحب بك يا كابتن سيف ومرحب بكل مشاهدينا. اكيد زي ما حضرتك تفضلت ووضحت كباتن هو يوم استثنائي اكيد لكره القدم المصريه والرياضه المصريه. صرح عظيم داخل صرح اعظم وهو مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه. يوم كمان بيصادف ضربه الجزاء للمنتخب الوطني المصري بقياده فنيه جديده كابتن حسام حسن. بنتمنى له اكيد كل التوفيق هنا اكيد بندعمه. النهارده اكيد معايا واحد من نجوم التحليل في قناه اون تايم سبورتس واحد من نجوم قاده المنتخب الوطني المصري الكابتن حسني عبد ربه. كابتن حسني صباح النهار. يوم جميل وعدى معاك اول لما نزلت الملعب يعني حاولت ان انت تشوف الارضيه كمان. كل سنه طيب وكل المصريين بخير. الواحد يعني مش هتكلم اكتر من الكابتن اتكلموا على الصرح الجميل اللي احنا موجودين فيه النهارده. نشكر الدوله المصريه على الصرح بجد. الواحد لف ملاعب كتير في العالم لكن الواحد فخور وهو موجود النهارده على ارضيه الملعب. النجيله كمان يعني افتقدنا لنوعيات النجيله دي كمان بالذات غير طبعا المدرجات. وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه كمان باذن الله نشوف بقى الجماهير كلها ماليه الاستاد ان شاء الله. يعني سعيد ان انا موجود النهارده معاكم ويبقى يوم جميل باذن الله علينا كلنا ويوم جميل على الكابتن حسام اللي انا بصراحه يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله يستمر المدرب المصري هو الافضل لقياده المنتخب. فاتمنى كل التوفيق للكابتن حسام، اتمنى كل التوفيق للجهاز الفني وكل التوفيق للعيبه. نفسي يا محمد اشوف الروح المصريه اللي احنا افتقدناها فتره من شويه. نفسي اشوف الاداء المصري اللي احنا فرضناه على قاره افريقيا وفي المحافل الافريقيه وعلى مستوى العالم. نفسي شخصيه اللاعب المصري تظهر دلوقتي تاني نرجع تاني. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للكابتن حسام. والنهارده زي ما الكابتن قال واحنا بنقول مباراه تجريبيه دوره محترمه جدا. بشكر كل الناس اللي اصرت على اقامه الدوره في الظروف الصعبه اللي كانت المفروض تلعب في الامارات واتلغت والدوله المصريه قدرت في وقت قليل جدا ان هي تستضيف البطوله. اتمنى تبقى باذن الله ماتشين مهمين جدا استعدادات لتصفيات كاس العالم. احنا ما عندناش اعتقد غير الماتشين دول فلازم كل الناس تبقى مسانده النهارده. مش مطالب ان الكابتن حسام ماسك عصا سحريه هنشوف كل حاجه في يوم وليله. اتمنى ان شاء الله لا ده بجد. فلازم نساند، لازم كل مدرب ليه ايجابيات ليه سلبيات. كلنا النهارده ورا منتخب مصر ورا الكابتن حسام ورا المنتخب بكل نجوم. وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه زي ما قلت لك وكلمه مهمه جدا للشعب المصري نفسنا ان احنا ترجع لنا الثقه تاني كجمهور مصري من الاداء اللي احنا النهارده ان شاء الله باذن الله بنتعشم كابتن حسام الروح اللي كان فيها كلاعب النهارده يزرعها في اللعيبه. وانا متفائل ان انا هشوف النهارده دوت لان دي مهمه جدا يا محمد. بدانا الدعم من بدري الكابتن حسام وانت بتتكلم يعني اللعيبه نزلت كنت بحاول المع حتى ال 11 اللي هيبداوا بس ايا كان مين ال 11 اسم كلنا دعم للكابتن حسام. ضربه البناء دايما والحديث عن اثبات النفس اكيد توليه لعدد كبير جدا من الانديه مهم. واختلفت الطريقه اللي كان بيلعب بيها كابتن حسام ما بين 4 2 3 1 في الحاله الهجوميه و 4 3 3 في الحاله الدفاعيه. النهارده احساس الكابتن حسام والضغط اللي عليه ممكن يخلصه ازاي بدري في المباراه؟ لا انا شايف ان الكابتن حسام برده يعني هيلعب نفس طريقه مش صعب بيستاهل جدا انت تقدر تغير طريقتك في يوم وليله. الحمد هيحتاج وقت. اللعيبه النهارده اللي موجوده ممكن ناس تضاف عليها كمان الفترات اللي جايه. فانا شايف ان كابتن حسام بيعتمد بجزء كبير جدا اللي هو بيلعب باربعه اثنين ثلاثه واحد بيعتمد على الاثنين في نص الملعب. انا شايف ان مروان عطيه هيبقى له دور كبير جدا مع كابتن حسام في الحته رقم سته وكمان امام عاشور ممكن يبقى جنبه ويعتمد على قفشه في الحته رقم 10. وجود قفشه انا شايف ان في ثقه بينه وبين الكابتن حسام زي ما ضم لعيبه النهارده محمد شكري بنشوفه النهارده بنشوف قفشه بيرجع تاني بنشوف لعيبه. انا في اعتقادي اكرم الناس كلها مستغربه كابتن حسام بيدور على نوعيات اللعيبه اللي تنجحه برده هو كمدرب ودي مهمه جدا يا محمد. فانا شايف كابتن حسام النهارده اعتمد على الطريقه اللي هو بيعتمد عليها ممكن في خلال المباراه ممكن تغير ممكن تشوف لعيبه ثانيه. اعتقد كمان النهارده هيبقى بيبدا بلعيبه معظمها برده عشان مشكله النادي الاهلي والمباراه اللي جايه دي. فانا شايف ان النهارده هيبدا بتشكيل والمباراه الجايه كمان هيبقى في تغيير في التشكيل بشكل كبير جدا. بدايه المباراه بالجماهير دي مع وجود المحترفين ومعظم العناصر اللي هو طلبها يعني اعتقد بالنسبه لكابتن حسام تديله ادفانتج ان المباراه تبقى النهارده بالاجواء دي كمان يعني ما
فيش احلى من كده، ما فيش ان انت تبقى احلى مباراه بالنسبه لك كمدير فني، انت تبقى وسط جمهورك وسط الملعب الصبح الجميل النهارده بالافتتاح بتاعه. فان شاء الله باذن الله اللعيبه تبقى موفقه. اهم حاجه زي ما كابتن احمد قال وكابتن وليد وانا بكررها، الروح المصريه اللي احنا افتقدناها مع شخصيه المنتخب المصري في اداء الهجومي، ودي مهمه جدا يا محمد، احنا افتقدناها كتير جدا الفترات اللي فاتت. لازم نشوف اطراف الملعب بتوصل لل 18 وبتهدف وبتعمل اوفرات، احنا افتقدنا حاجات كتير جدا فنيه. اتمنى مع الكابتن حسام ان شاء الله باذن الله مع المجموعه اللعيبه ديت تاخد الثقه، وان شاء الله باذن الله نشوف طريقه لعب مختلفه. زي ما بقول لك ان احنا نقدر نفرض اسلوبنا اللي احنا افتقدناه السنين اللي فاتت فيه، لان المنتخب المصري متعود جدا الكره الهجوميه، المنتخبات دي اللي بتدور عليك مش انت اللي بتدور عليك، ودي نقطه مهمه. انا شايف ان الكابتن حسام باذن الله باذن الله يقدر يوصلها للعيبه بشكل كويس، لان احنا عندنا لعيبه كمان عندها الامكانيات دي، لكن المدرب ازاي يطلع كل اللعيبه اللي جواها يقدر يطلعها في الملعب، وده مهم جدا. فانا شايف ان وجود الكابتن حسام مع مجموعه اللعيبه ان شاء الله نقدر نعمل منتخب محترم يرجع علينا تاني هيبه الكره المصريه، هيبه الاداء اللي انا نفسي انا كحسن عبد الرب كواحد من الشعب المصري ان احنا نشوف الكره الهجوميه اللي كانت بتمتعنا. مش بقول لك بقى منتخب 2010 و8 و6، لا، على مدار التاريخ الكره المصريه كره هجوميه، كره افتقدناها كتير مع المدربين الاجانب بشكل كبير. انت قلت جزئيه مهمه اللي هقطعك، يعني غياب العنصرين مهمين النهارده احمد سيد زيزو ومحمد صلاح، الامر مش متعلق بوجود مصطفى وتريزيجيه ومرموش مين يبدا قدام، ولكن بقى منطقه النص اللي انت كنت فيها وكيفيه ايصال الكره للمهاجمين، ده الجزئيه الاهم. والله بص اسالني انا نفسي اشوف امام عاشور بيلعب رقم 8، انا مش عايز امام عاشور يلعب رقم 10 او في الحته. اخطر حاجه في كره القدم النهارده اللي بيجي من خلف الحسام النهارده، دي خطوره، اللي ما بيبقاش مراقب بشكل كبير بيبقى هو شايف الملعب، كاشف الملعب بشكل كويس، وانا شايف ان امام عاشور هو حلقه الوصل في نص الملعب للهجوم. وعندنا اطراف ما شاء الله مرموش وتريزيجيه، طبعا ما فيش شك غياب محمد صلاح يعني واحد من نجوم مصر اللي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نشوف الفترات الجايه. نرجع للاستوديو الرئيسي، يعني يا كابتن سيف دي نظره بسيطه كده، واكيد مستمرين ان شاء الله معاك على مدار اليوم كله باذن الله لتخطيطنا لهذا اللقاء، لقاء منتخبنا الوطني المصري ونيوزيلندا. الكلمه تعود لك الان فتفضل.